بس معلش تفضل السؤال الأخير بقى، طولت عليك. اكيد السؤال اكيد الأخير بس تفضل. استفسار عن موضوع أستاذ، إحنا في الكارير لما بعد ما لما كنا نحسبه، تمام، كنا نحسب كارير مثلا أوبريتور اشترى 5 ميجا مثلا، وحسبنا الكارير مثلا، مثلا 2 جي مثلا، مثلا تكنولوجيا 2 جي. طيب هسه الأوبريتور مو كمان لازم يشتري 5 ميجا من جزء الداون لينك، يعني يصير عندنا 2 باند ويث، هلا انت وقت تروح والشق ثواني الثاني من خليني اشرح السؤال. لك اياها، خليني اشرح لك اياها، لانه الشق الثاني غالبا راح توصلك اجابته. هلا واضحه الشاشه عندك؟ تمام، ايوه هسه وضحت. تمام. انت وقت بتروح تشتري من هيئه قطاع الاتصالات 5 ميجا، تمام، هو ما بيبيع مثلا على باند ال 900، هي 900 تمام، فرضا انت اشتريت من 905 ل 910، تمام، انت ما بتشتري بس للابلينك، انت عمليا بتكون مشتري 5 ميجا للداونلينك كمان، يعني فرضا تمام من 880 ل 885، تمام، تمام فهي بتكون للابلينك وهي بتكون للداونلينك. فانت وقت تروح تشتري من هي قطاع الاتصالات على باند ال 900 5 ميجا، فانت عندك 5 ميجا للداونلينك 5 ميجا للابلينك. تمام انا شايف ان هاي جزئيتي انه لازم اشتري باند ويث في الداون لينك والاب لينك، تمام. أكيد. طيب لما نعمل عمليه حسابيه، احنا كنا نحسب وحده، مو المفروض نعمل اثنين، أكيد وحده للجزء تحسب. الأب. كيف؟ أنت بالكارير مثلا، ايوه يعني انا أنت مثلا بهمك حسب، الداونلينك، أنت بهمك الداونلينك، أبي همك الأبلينك. يعني ما الأبلينك ما نعمل هناك بهمك. عمليات حسابيه الاب لينك. لا، أنت بهمك أنت بدك تحسب عدد الكارير للأوبريتور، فالأوبريتور بهمه الداونلينك. تمام. تمام. طيب عفوا، الاب لينك استاذ، هسه الاب لينك انت لما، من الجزء المسؤول عن توليد الكارير تبعيته؟ هل يعتبر كمان السايت ولا الجزء الموبايل؟ لانه هو نفسه. نفسه. لا، تمام. انت يعني حسب شو التقنيات المستخدمه، يعني مثلا فرضا انت هاي هون عندي 3 يوزر، ماشي، عندي برج تمام، فانت بعثت هاي الاشاره فيها 4 كاريو، هاي الاشاره انبعثت للاول وللثاني وللثالث، تمام، تمام. فرضا اليوزر الاول هو بيستخدم الكارير الاول، واليوزر الثاني بيستخدم كمان الكارير الاول، طيب كيف بيميز بيناتهم هون؟ هذا كيف هذا بيستقبل الداتا تبعه وهذا بيستقبل الداتا تبعه؟ عن طريق التايم تبع هذا، تمام، بده يكون في بروتوكول بينك انت وبين الكور، او بينك وبين البي تي اس، انه ليك انا بعثت لك الداتا تبعك بالنص الاولاني من اول كارير، هاي الداتا لك حسب التايم تبعك. تمام. الثاني مثلا له الجزء اليميني من الكارير بياخذ الجزء الثاني، الثالث مثلا فرضا هو على الكارير الثاني فما له علاقه بهذول، تمام، ولكن اكيد بيكون فهمهم، انا بعت لك الداتا تبعك على الكارير الثاني بالوقت الفلاني على التايم الفلاني، تستلم الداتا تبعك. بالابلينك، هذا بيبعت لحاله وهذا بيبعت لحاله وهذا بيبعت لحاله، كل واحد بيبعت لحاله، تمام. يعني هو الكارير يرسله تمام. السايت، البرج فاضي، الكارير ما في اي شيء، وهم يرسلوا بياناتهم عليه ويرجع يستقبله مره ثانيه صحيح السايت. تمام صحيح. تمام شكرا الله يعطيك العافيه يا رب. شكرا الله يا يعطيك هلا. العافيه. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا، وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.